السلام عليكم، اهلا بيكم في وصفه جديده من يومي وايس. النهارده ترند اللي قالب اليوتيوب وهو خبز الصوف، عامل كده زي لفه الصوف بالظبط. هنعمله بشكلين وهنعمله كمان بثلاث حشوات، يعني اللفه دي هيبقى فيها ثلاث حشوات مختلفه بس كلهم طعمهم حلو وعجينه تحفه جدا، هشه كده وعامله زي القطن بالظبط، بتلف معانا كده زي الصوف بالظبط. اتمنى النهارده الوصفه تكون سهله وبسيطه، يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك ويلا نشوف بقى هنعمله ازاي. عندي كوباية من الحليب الدافي 250 ملي، هحط عليها 3 معالق كبار من السكر بس مش مليانين قوي، نص معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، هخلطهم مع بعض وهغطيهم واسيب بقى الخميرة تتفاعل. بعد ما تفاعلت الخميرة هحط عليها بيضة بدرجة حرارة الغرفة وثلاث معالق كبار من الحليب البودرة وهخلطهم برضو مع بعض، وهحط عليها بقى رشة كده من الفانيليا معلقة صغيرة عشان أنا هعملها حاجة حلوة. وبعدين هحط عندي الدقيق، هستخدم 3 كوبايات من الدقيق بس آخر كوباية ما استخدمتهاش كلها، وحطيت معلقة صغيرة من البيكنج باودر ونص معلقة صغيرة من الملح، وهبتدي ان انا اعجن وهزود الدقيق بالتدريج. الوصفه كلها خدت 3 كوبايات بالظبط، بالظبط كده اخدت 420 جرام. هبتدي ان انا اعجن لحد ما الدقيق يختفي خالص وبيتكون عندي عجينه، هشيلها كده على الرخامه واحط عليها 3 معالق كبار او 50 جرام بالظبط من الزبده، تكون طريه ما تكونش سايحه وما تكونش مجمده، احطها بقى كده وسط العجينه وهبتدي اعجن لحد ما الزبده دي تختفي خالص. العجينه هلاقيها بتفك مني بس واحده بواحده، هلاقيها بتلم وترجع تاني زي الكورة كده. خلاص العجينة بدأت بقى تلم معايا، هبتدي بقى عجينها، هخبطها كده في الرخامة من فوق لتحت لحد ما تبقى طرية جدا وناعمة خالص كده، وهتبقى معايا مطاطية زي ما انتوا شايفين. لما بشد العجينة ما بتتقطعش، العجينة دي بقى تدي معاكي نتيجة تحفة جدا. هحطها بقى في بولة وغطيها واسيبها تخمر خالص، ده كده شكلها بعد ما خمرت. هرجع بقى اقورها واطلع منها الهواء واقطعها ل5 قطع واغطيها واسيبها تستريح 10 دقايق. بعد 10 دقايق بقى هاخد اول قطعة واخلي الجزء السليم اللي تحت والحتة اللي فيها بقى وصلات كده تبقى فوق، وبعدين هفردها كده بالنشابة بحيث ان هي تكون سمكها رفيع. خلي بالكو العجينة بتكون طرية جدا بس ما بتلزقش معايا، لو خدتوا بالكو انا ما حطيتش دقيق خالص. وهجيب بقى قطعة البيتزا ومن عند نص العجينة هبتدي بقى ان انا اقطع خيوط تكون رفيعة وجنب بعض كده، يعني اخد وقتي براحتي خالص. خدتوا بالكم انا فردت العجينه على شكل ايه، بيضاوي بس ايه قلب على مستطيل شويه بحيث ان هي كلها تطلع بسوي بعض. بعد بقى ما قطعتها لي خيوط رفيعه كده هحط بقى اي حشوه. اول واحده حطيت نوتيلا، اخلي بالي ان انا ما اجيبش الحشوه عند البدايه بتاعه الخيوط اللي انا عملتها دي، وابتدي بقى ان انا الفها، وقفلت على النوتيلا طبعا كويس عشان ما تخرجش من الجناب. وقعدت اتلفت معايا كل الخيوط بقى كلها باينه كده من الجناب وكلها ملفوفه كانها زي ايه لفه الصوف بالظبط. وادي واحدة تانية بعد ما فردتها برضو على شكل بيضاوي وقطعتها لخيوط رفيعة كده، المرة دي بقى هحط فيها شوية من المربى، يعني الصينية اللي انا هستخدمها هحط فيها 3 حشوات، حطيت النوتيلا وادي تاني واحدة المربى، برضو ما حطش الحشوة ناحية بداية الخطوط عشان خاطر الحشوة ما تنزلش من تحت. اقفل بقى الحشوة كويس كده وبعدين الفها بالراحة خالص عشان خاطر الخيوط ما تتكعبلش وما تلزقش في بعضها. وادي بقى تالت واحدة حطيت فيها حشو التمر اللي هي عجينة التمر او العجوة اللي عندكم، وهقفل عليها برده كويس. غيروا براحتكم بقى زي ما انتوا عايزين، لو عايزين تعملوها حادق ممكن نستغنى عن الفانيليا اللي انا استخدمتها في العجينة. وجبت بقى صينية تكون صغيرة، الصينية دي مقاس 20، حطيت فيها ورقة زبدة من تحت ومن جناب
وبزنق بقى الفطاير المفوفه دي جنب بعضها بالظبط كده. الصينيه دي اخدت معايا 3 فطاير ونص، وبقى معايا فطيره ونص، هوريكم شكلهم عامل ازاي دلوقتي. هسيبها بقى في مكان دافي لحد ما تتخمر وحجمها يتضاعف زي ما انتم شايفين كده. وسخنت الفرن على درجة حرارة 160، خليت الحرارة قليلة شوية لأن دي طبقات عجين فوق بعضها، فأنا عايزاها تستوي كويس من جوه. وما دهنتهاش بالبيض ولا أي حاجة، دهنتها بس بالحليب. وهدخلها بقى الفرن على الرف اللي تحت اللي في النص. أخدت معايا من 25 لـ30 دقيقة لحد ما طلعت بالشكل الجميل ده. أول ما تطلع بقى هلمعها بشوية كده من الزبدة عشان تبقى شكلها حلو. وآدي الفطيرة ونص اللي باقيين، عملت بيهم لفة صوف تانية بس طويلة شوية، حطيتها في قالب الانجليش كيك بس صغير. شكله تحفة جدا، واخد لون بقى ومستوي كويس كده من كل الاتجاهات، عامل شبه لفة الصوف بالظبط. لمعته تاني كده بحبة من الزبدة عشان يبقى بيلمع وشكله حلو. وآدي القطعة التانية اللي هي حطيتها في قالب الانجليش كيك. عجينة بجد خيالية، بجد طعمها تحفة جدا. دي حطيت فيها حشوة النوتيلا، شايفين بقى شكلها عامل ازاي، حاجة كده اسفنجية فعلا. وأول ما تفتحيها تلاقي الطبقات بتلف معاكي. هوريكم بقى اللفة المدورة دي شكلها عامل ازاي. انا فتحتها كده اول قطعة كانت محشية نوتيلا، بس انا وريتكم النوتيلا قبل كده. هوريكم بقى اللي هي الحشوة التانية اللي هي حشوة التمر. كل ده انا بقطعها لكم وهي لسه سخنه، يعني المفروض نسيبها بقى تبرد شويه، بس انا ملحقتش، كنت عايزه اصورها لكم بقى على طول وتشوفوا شكلها. هو فعلا وصفه تستحق تكون ترند، عجبتني جدا. دي شكل المربى، المربى كانت لسه سخنة ونزلت على طول. غيروا في الحشوة زي ما انتوا عايزين، حلو وحادق براحتكم خالص. اتمنى بقى الوصفة النهاردة تكون لذيذة وسهلة. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، واستنوني في فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.